ولا معبود مع
أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم بنبوة يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين. مولاي كريم خوبصورت محفل پاک کو ذکر اذکار ہو اسی تعداد کلمات میرے بنتی کے مولائے کریم نے شکنائے باب حاضر ہم سب کے مدنہ کے پنچش پڑی مولا دے انہار کا مدیش کر کے درجہ قبول عطا فرما. آمین. حقیقتا تو فتح نظرانت حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درجہ قبول عطا فرما. آمین. صحابیات آپ کے ازواج مطہرات بالخصوص اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درجہ قبول عطا فرما. آمین. بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درجہ قبول عطا فرما. آمین. یا رب العالمین میرے دل میں پیر سید لال حسین شاہ بادشاہ بدر الدین جیلانی وادی صدر شباب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درجہ قبول عطا فرما. آمین. یا رب العالمین آمین. مسلمان جدھر کدھر بستے ہیں مولا دنیا تو چلے گئے سارے بھی بخشش فرما جڑے ہیں مولا رضی زندگی برکت عطا فرما. یا رب العالمین جو ذکر پاک پڑا اس کا سب کا جو بیمار ہے شفا عطا فرما جو بے روزگار ہے رزق حلال کمانا نصیب فرما. آمین. خواہشات مولا اپنی غیبی مدد شامل عطا فرما. آمین.
آمین 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 فضل فرما اپنا کرم فرما میرے مولا سب کے حالات میں آسانیاں پیدا فرما آمین دعا فرمائے فلسطین کے مظلوم بہن بھائی مشکل حالات میں مولا ان کے لیے آسانیوں کے اسباب پیدا فرما آمین مولا ملک پاکستان کی خیر فرما آمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما آمین جتنے باب ہیں سب پہ اپنا فضل فرما آمین مولا جو گھر بیٹھے لائیو اس میں اپنے پاس کو دیکھ رہے مولا گھر بیٹھے اس میں اپنے پاس کی ذکر کی برکت اور بہاروں کو گھر بیٹھے نصیب فرما آمین 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 السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی بیماری میں تو بارا پھر تیرے در میں تو باقی تھی او بخشی بخشن ہارا لا دعا فرمائے ہمارے مرشد کریم سخی اقبال سیدی و مرشدی سید سبھی جین پیر بادشاہ جنانی کو مولا صرف آمین ثم آمین چارے بنا میں تو مولا آمین اس موت کی آمد آمد ہے جتنے بھی اس کی انتظامیہ معاملات ہو رہے دعا فرمائے خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ پہنچا جتنے آمین گھروں کو بھی واپس خیریت کے ساتھ جائیں ہم اسے دعا کرتے آمین اور اسی جگہ پہ آپ نے صفحے بنا لی یا اور جتنی خواتین ہیں آپ کا کھانا اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے